السياسي، وكان في هذا العام الصعب اللي مر على مصر شكلنا على الخريطة السياسية يعني مزري. كيف يعني كنت تتوقع إذا استمروا في الحكم حتى هذه اللحظة كنا هنبقى في أنهي منطقة بالضبط على الخريطة السياسية العالمية؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلتي هنتكلم عن الخريطه السياسيه العالميه. هم كانوا هيكملوا المخطط بتاع الناس اللي جابتهم وحطتهم لمخطط معين، كان هيكملوه وكان هينجح. هتقولي لي ايه هو المخطط؟ احكي لك لا ببساطه. انا عايز اقول الناس اللي جابتهم الاول. ما انا احكي لك القصه دي. اللي جابوهم المخطط طبعا، اللي جابوهم في هم ناس اللي اللي خلقوهم، هم اللي جابتهم الاول. صنعوهم، هم اللي خلقوهم سنه 28. ما ننساش اللي اول شيك كان طالع من هيئه قناه السويس الايام كانت تابعه للاحتلال البريطاني ابو 500 جنيه كلنا عارفينه وعارفين القصص كلها، مش هنعيدها. لا انا هتكلم عن نقطه تانية خالص. القصه باختصار ماشيه ازاي. سنه 79 كان في ضابط استخبارات بريطانيه بيرنارد لويس، كلنا عارفين الاسم ده النهارده. الراجل ده خرج من ام اي 6 اللي كان هو شغلته دايره الشرق الاوسط والادنى، خرج من الخدمه عاد زي اي ضابط، التحق بالخارجيه البريطانيه عادي جدا. سنه 81 فجاه الراجل ده قرر يهاجر يسافر امريكا. لغايه الوقت هتقولي ايه علاقته بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه هو اللي جاي لك. الرئيس جيمي كارتر طلب منه مخطط للمنطقه، منطقه الشرق الاوسط. لما لقى في 73 الجندي المصري ده ما ينفعش يحاربوه، جندي بيروح يقفل النبال من نفسه. طلب من بيرنارد لويس، من بيرنارد لويس طلب منه في سنه 81 سنه 81 عمل مخطط للشرق الاوسط. الراجل عمل مخطط للشرق الاوسط ببساطه على اسس طائفيه وليست اسس دوليه، يعني ما عادش في مصري عراقي سوري لبناني، انسي الكلام ده خلاص. في شيعي سني كردي درزي حوثي مسلم مسيحي، نعمل دول صغيره كانتونات. ده كان المخطط. المخطط ده مش خالد اللي بيقوله، ده اتناقش في الكونجرس يوم 13 مايو سنه 83 في لجنه العلاقات الخارجيه في الكونجرس وتوافق عليه. احنا عرفنا الكلام ده امتى؟ سنه 2006 لما بعد 25 سنه طلعت الوثائق. اي حد يخش الوقت على النت يكتب مخطط بيرنارد لويس هيلاقي العالم العربي متقسم. العراق متقسم ثلاث دول، كرديه سنيه شيعيه، إيه سوريا زيهم ثلاث دول ودوله على الساحل، ليبيا ثلاث دول واحده بالطول واثنين بالعرض، اليمن اثنين وخلصوا، جنوب السودان والسودان دولتين وخلصت، مصر بقى. مصر بقى اجابه السؤال حضرتك بتساليه. مصر قسمها اربع دول، دوله نوبيه من اسوان وانت نازله مش قضيه، دوله تبع سينا او تبع غزه اللي هم ال 24 كيلو بيحاولوا كانوا بيحاولوا يعملوها دي اللي هم المنطقه اللي بتحصل فيها الارهاب النهارده. وده السؤال المنطقي، الارهابي اللي عايز يعمل عمليه ارهابيه عايز اتسمع، انا مش هموت الجيش المصري كله، انا بعمل عمليات دعائيه ارهابيه شو شو هروح اعملها في مدينه كبيره زي شرم ودهب ونويبع ولا اعملها في الصحراء؟ يروح يعملها في الصحراء عشان المخطط بيقول المنطقه دي هنلحقها بجزه بعد كده. اللي مرسي اول قرار طلعه الافراج على الارهابيين اللي كانوا في السجون والحفاظ على القاتل والمقتول والكلام بتاعه كان النقطه دي. برضه مش دي النقطه الخطيره، النقطه الاخطر من كده، عمل دوله ثالثه مسلمه عاصمتها القاهره وعمل دوله رابعه مسيحيه عاصمتها اسيوط. بص بقى، بص والناس المشاهدين كلهم يا ريت يعني بص. هو كانوا مخططين من 81 ان مصر تتقسم لاربع دول. وكل حوالينا اتقسموا حسب المخطط ده. بص بقى الدوله المسيحيه اللي عاملينها، عاملينها من اسيوط لغايه اسكندريه، خط مايل كده. اسيوط المنيا بني سويف الفيوم الغربيه الدقهليه اسكندريه، هي دي المحافظات دي تبقى دوله مسيحيه. طب ارجو من اي واحد من المشاهدين، كل حوادث الفتنه الطائفيه اللي بتحصل في مصر بتحصل فين؟ في نفس المنطقه دي. عمرك سمعت عن فتنه طائفيه في بورسعيد او اسماعيليه او السويس في الشرق؟ ابدا. عمرك سمعتها في اسوان؟ لا. الجنوب؟ ابدا. لا لا لا. عمرك سمعتها في الغرب في مطروح؟ ابدا. هي المنطقه دي اللي هو المخطط اللي يحصل فيها الفتنه الطائفيه اللي زادت وحرق الكنائس والهجوم ووي ايام الاخوان. كان بينفذوا المخطط اللي جايين عشانه. اجابه السؤال حضرتك مين اللي جايبهم؟ الصهيونيه العالميه او الماسونيه اللي بتعيد تشكيل المنطقه علشان تحافظ على حاجتين، امن اسرائيل رقم واحد وبترول الخليج رقم اثنين وخلقوا داعش و وهنتكلم عن الكلام ده كله في سبيل الهدف ده. الاخوان ما كانش عمليه شويه العيال الصغيره اللي بتقف في الشارع بالرشاشات والكلام ده، لا ده مخطط متظبط بتقسيم المنطقه وعايز تقسيم المنطقه. وممكن اقول لحضرتك شواهد كتير الناس دي جايه تنفذ المخطط اللي صنعهم، هو اللي صنع القاعده، هو اللي صنع طالبان، هو اللي صنع بيصنع داعش دلوقتي، هو اللي سنه 28 قلق اللي بيخلق الاسلام السياسي اللي بيحقق له اهداف
زي ما بدات كلامي، الجندي المصري ما يعرفوش يهزموه ابدا. الجندي اللي بيشبك ايديه عشان تعدي المدرعه عليه، الجندي اللي بيخش يسد النبال بصدره، ده بلم ده بيسيح اي حاجه، ما يهموش. ده تحاربه ازاي؟ تحاربه انك خليهم يحاربوا بعض بالظبط كده، يعني مصارعه ضد. ده يعني هي دي النقطه بالظبط، ده اللي كنا هنوصل له النهارده، كنا هنتقسم النهارده. طيب اروح بقى